يقدم 50 من رجال الأعمال الشباب الذين يشاركون في مبادرة كود إن للناشئة أنفسهم في القاعة رقم 16 في معرض سيبت في هانوفر لهذا العام. المسؤول عن تصميم هذا الجناح في المعرض هو الفنان توبياس ريبيرغا من مدينة فرانكفورت، والمهندس المعماري يورغن مايا من برلين. تشبه فكرة كود إن مدينة صغيرة يتجول المرء فيها فتثيره وتقدم له مناظر مختلفة وكأنها أحياء جديدة. يرغب الاثنان في تقديم موقع إلكتروني لرجال الأعمال العاملين في تكنولوجيا المعلومات ليتمكنوا من عرض حلول مبتكرة لاستخدام الإنترنت عبر الهواتف النقالة، إذ يتعين في معرض هانوفر مزج الفن بالتقنيات الحديثة. شارك يورغن مايا من قبل في تجهيز أجنحة المعارض، لكنها المرة الأولى التي يشارك فيها الفنان والنحات توبياس ريبيرغا في هذا العمل. يؤدي المعرض أدوارا معينة مثل عقد الصفقات والتعرف على الآخرين وتبادل المعلومات، ونحن نرغب في خلق أجواء تخدم هذه الأغراض. يرغب توبياس ريبيرغا ويورغن مايا في إعادة تصميم الجناح التقليدي للمعرض وترقيمه وتأثيثه من جديد. تبنى أجنحة المعرض من الخشب وتفصلها خطوط ملونة تمتد حتى الجدران وتتداخل فيما بينها. يعرف ويقدر يورغن مايا وتوبياس ريبيرغا بعضهما البعض منذ مدة طويلة، ويعد مشروعهما في معرض سيبت المشروع المشترك الأول لهما، حيث يلتقي الفن بالهندسة. أنا أمثل الجانب المعماري، أما هو فيمثل الجانب الفني، ولم نجد صعوبة في تحديد هذا الأمر، لقد كان بمثابة عمل مبدع، كانت نتيجته رائعة. يعد يورغن مايا واحدا من أكثر المهندسين المعماريين الألمان شهرة، فقد شيد مثلا مبنى للمكاتب في هامبورغ، ومبنى متروبول باراسول الضخم المشيد من الخشب في سيفيا، وكذلك الممر الحدودي الواقع بين جورجيا وتركيا. يعمل توبياس ريبيرغا منذ 20 عاما بنشاط، وقد جذب الأنظار إلى أعماله عبر مشاريع جذابة مثل هذه الكافتيريا في معرض بينالي في البندقية عام 2009، والذي حاز بها على جائزة الأسد الذهبي كأفضل فنان. وصمم هذا الجسر في مدينة أوبرهاوزن الألمانية عام 2011. يبدع توبياس ريبيرغا تصاميم تربك المشاهدة للوهلة الأولى كما هي الحال هنا في هانوفر. مولت شركة تكنولوجيا المعلومات جي اف تي عرض مبادرة كود ان بأكثر من مليون يورو، وكان اسم المصممين المشهورين جزءا من المشروع. أزور معرض سيبت منذ 15 عاما، وهو عادة غير جذاب من حيث المظهر، إذ تصطف الأجنحة بجانب بعضها البعض، فلم يعجبنا هذا الأمر ورغبنا بتغيير مظهرها. لقد تغيرت المعارض في السنوات الأخيرة كثيرا، ويجب أن تستمر في التغيير، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث لا ترى سوى شاشات كمبيوتر باستخدامات عدة. لذا يجب أن تكون المعارض مثيرة ومتشابكة، وهذا ما نرغب في التعبير عنه هنا، فنحن نريد أن يستمتع به زوار المعرض والمشاركون أيضا. أصبح ممثلو الشركات يستمتعون بالعمل في المعرض بسبب تصميمه الجديد، إلى جانب تأديتهم لأعمالهم ولقاءاتهم واتصالاتهم ومبيعاتهم. يشبه هذا الجناح الحي الصغير، حيث يشاهد الجار جاره. تصميمه جميل كالمنظر الطبيعي، مختلف تماما لكنه جيد. إنه الأكبر والأجمل والأفضل. إنه بالفعل تصميم جديد ويتناسب مع الأشياء الجديدة المعروضة. لم يرغب يورغن مايا وتوبياس ريبيرغا في تصميم الجناح فقط، بل كانا يهدفان إلى تشجيع رجال الأعمال الشباب أيضا. قاعة المعرض كصندوق أسود يمكن للمرء فعل كل شيء فيه، أو كغطاء مرن يمكن للمرء تشكيله كيفما شاء. أعتقد أن ما قمنا به هنا شيء يتعارض عادة مع المعارض العادية. لا يجد توبياس ريبيرغا ويورغن مايا غضاضة في تصميم جناح معرض آخر سوية في المستقبل، وأن يخلقا من معرض للبيع معرضا فنيا.